أهلاً وسهلاً بكم إلى نبض السوق من العربية. سوق الأسهم السعودية مستقرة اليوم بعد تراجعات الأمس، بالأمس خسائر بنصف نقطة مئوية أتت لثاني جلسة على التوالي. اليوم المؤشر مستقر عند مستويات 7156 نقطة. بالأمس التراجعات أتت بضغط من قرارات هيئة سوق المال، رغم أنه الهدف من هذه القرارات زيادة الشفافية في السوق والحد من المضاربة. لذلك رأينا الشركات المضاربة عادة تسجل تراجعات في جلسة يوم أمس، وخاصة الشركات المعنية بالقرار التي تتجاوز خسائرها نسبة 50% من رأس مالها. هذه القطاعات المختلفة من ضمن المصارف ميل إلى الارتفاع. البتروكيماويات مكاسب أكبر ب 0.1%، صورة متباينة بالفعل فيما يتعلق بالقطاعات. أما أسهم البتروكيماويات سبق على ارتفاع، سفكو فيها بعض التراجع، المتقدمة مرتفعة بعض الشيء ب 17%. أسهم المصارف أيضا صورة متباينة، نرى الراجحي اليوم يدعم ويسجل ارتفاعات ب 14%، سامبا كذلك. قبل ذلك تراجعات للاستثمار، أيضا خسائر لساب وبنك البلاد. قطاع الاتصالات نظرة عليه، نرى بعض الضعف لزين، خسائر أمامي زين متراجعة ب 16%. لا أدري أي رقم هو الصح، ولكن STC فيها بعض الارتفاع ب 18%. أسهم نراقبها من ضمن إسمنت نجران، السهم فيه بعض التراجع ب 14%. الشركة كانت أعلنت عن توقيعها لعقد مع شركة صينية من أجل البدء الأعمال التجريبية في مصنع و خط إنتاج ثالث لدى الشركة. يبدأ الإنتاج التجريبي في الربع الثالث من هذا العام بطاقة إنتاجية 7000 طن يوميا. وفى للتأمين السهم اليوم يعود ليسجل تراجع. هذه من ضمن الشركات، أو ها هي بالفعل الشركات التي تتجاوز خسائرها نسبة 50% من رأس مالها. بالأمس تراجعات حاد عليها، واليوم استمرار لهذا التراجع. إذن سمعنا يوم أمس عن مشروع جديد لهيئة سوق المال في السعودية يهدف لتنظيم تعاملات أسهم الشركات التي تتجاوز خسائرها 50% من رأس المال. للمزيد حول هذا الموضوع معنا مباشرة من الرياض السيد أحمد الخطيب، العضو المنتدب ورئيس التنفيذي لجدول الاستثمار. سيد أحمد أهلا وسهلا بك. بالطبع سمعنا هذا القرار بالإضافة إلى قرارات أخرى، من ضمنها تحديد نسبة التذبذب في أول يوم إدراج ب 10% بدلا من النسبة المفتوحة، والقرار الثاني تغيير طريقة احتساب سعر الإغلاق. لنبدأ بداية من هذه القرارات، أود ملاحظاتك عليها، هل تتفق معها؟ أهلا لارا، أكيد أتفق معها. الهيئة السوق المالية تستمر بإصدار هذه القرارات، تستمر في تنظيم السوق. السوق السعودي سوق رئيسي، يعتبر أكبر سوق في الميدل إيست وشمال أفريقيا، ويحتاج إلى فرم وقت إلى وقت إضافة قرارات أنظمة وإجراءات جديدة لتحسين الشفافية في السوق وحماية المستثمرين. أعتقد القرارين هذه اللي طرحت للحصول على آراء الجمهور قرارات إيجابية، وراح تضيف إضافة كبيرة إلى السوق. بالنسبة للعشرة في المية، الهيئة أصدرت أنه القرار هذا وراح ينفذ ويطبق على أول اكتتاب اللي هو بنك الجزيرة تكافل الآن، أنه أول يوم تداول بدل ما يكون النسبة مفتوحة تكون محددة ب 10%. الطريقة اللي وصلت فيها الهيئة إلى تسعير السهم بسعر معين هو أنه إما بعشر ريال اكتتاب أولي زي الجزيرة كابيتال، الجزيرة تكافل، أو شركات قائمة وناجحة ومربحة وتطرح السهم للتقييم من خلال البروسيس، وتدعو مستثمرين اللي هم الانستيتيوشنال في مرحلة البوك بيلدينج لتقييم السهم، ويتم صحيح تقييمه بالقيمة العادلة، ماخذين في الاعتبار اعتبارات كثيرة. 10% أول يوم تداول مقارنة بالقيمة العادلة اللي حددت من قبل مستثمرين بروفيشنالز، أنا أعتقد أنها قيمة كما جيدة جدا وتترك مساحة للتذبذب. إما أنه النسبة مفتوحة زي ما كانت، أعتقد أنها أثرت سلبا على السوق وعلى كفاءة السوق. وآخر ما شفنا مثلا الطرح أو الاكتتاب اللي وما تم في تداول سهم رعاية،
من تقريبا 47 ريال إلى 200 ريال أول يوم، ويتداول 200 بمكرر أرباح تقريبا 80 مرة، أعتقد ما كان شيء إيجابي. فأعتقد تحديد النسبة شيء إيجابي جدا، بس بكلمة اللي يبغى واحدة يشتري في الشركة ومطمئن. بس قبل ما ننتقل إلى موضوع آخر، هل بتتوقع أنه يؤثر سلبا على الإقبال الأفراد على هذه الاكتتابات؟ يعني عندنا هلأ مثال جزيرة تكافل، اللي داخل للاستثمار في الشركة راح يدخل في الشركة وراح يكتتب فيها، وراح تقل نسبة التغطية أو عدد مرات التغطية من 20 مرة إلى 3-4 مرات، وهذا وضع طبيعي. الشيء الثاني راح يأثر إيجابا للأندر رايتنج، الأندر رايتر اللي يضمنون الاكتتاب. الآن ضامن الاكتتاب راح يفكر 10 مرات قبل ما يضمن الاكتتاب، لأن السعر راح يتداول حوالين السعر العادل. الشيء الثالث راح يدفع المكتتبين في الأسهم إلى النظرة، إلى نظرة مستقبلية بعيدة، بدل ما يقول والله بكتتب لأنه أول يوم بيعمل لي 50-60% وأببيع، وهذا حقيقة سلوك غير إيجابي لبناء سوق كفء. أحمد، القرار الثاني اللي هو سعر الإغلاق تماما اللي نتحدث عنه، إلى أي مدى كان عم نشوف تلاعب بأسعار الإغلاق وبتعطينا فكرة غير صحيحة عن السوق؟ بالضبط، آخر سعر الإغلاق منطقي، وهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية عملوا دراسات كثيرة، وأثبتت الدراسات أنه التوجه إلى أخذ متوسط آخر ربع ساعة يعكس التداول اللي حصل خلال فترة السوق بالكامل، بدلا عن انه يتجه المضارب او المضارب في السهم الى الايحاء بانه السهم هذا اغلق بسعر عالي جدا. واعطيك مثل مره ثانيه، ارجع لسهم رعايه، كان يتداول خلال فترة اول يوم بحدود 100-120 ريال، آخر دقيقة حاول المضارب يقفله ب 120 ب 200 ريال، وهذا إيحاء لكي يبدأ باليوم اللي بعده بسعر 200 ريال. سعر الإغلاق ما في جدال عليه، راح يأثر إيجابا على تداول الأسهم، راح يعكس سعر التداول خلال فترة التداول بالكامل، وراح يخفض التأثير على تحركة المؤشر مقارنة بالمحاولة على محاولة الإقفال بسعر عالي. آخر سؤال حول القرار فيما يتعلق بوضع علامة على الشركات اللي تتجاوز خسائرها نسبة 50% وإلزام هذه الشركات بالإفصاح عن تفاصيل هذه الخسائر، تداعياته على السوق؟ تداعياته إيجابية جدا، وشفنا إحنا سلوك السوق أمس قبل تطبيق القرار. القرار طرح للاقتراع أو للتصويت أو لأخذ الآراء إلى منتصف أو نهاية جون. القرار يعتبر بديل لخلق سوق ثانوي، فالشركة اللي خسرت 50% من رأس مالها راح تعطى عالم أصفر، اللي خسرت 75% عالم برتقالي، واللي خسرت 100% عالم أحمر، اللي خسرت 50% للخروج. فالهيئة بذلك تقول للمستثمرين أنتوا ترى تستثمرون في شركات مخاطرها عالية، إذا تبغون تستثمرون فيها هذه فلوسكم وانتوا حرين، بس إحنا الدور اللي علينا أننا بلغناكم من خلال النظام هذا أنه مخاطرها عالية. 25% من حجم التداول خلال الأربع شهور الأولى تم على قطاع التأمين، يعني اللي تداول في السوق الأربع شهور 512 مليار ريال، 112 مليار ريال في قطاع التأمين. الماركت كاب قيمة قطاع التأمين في السوق كله 2.7. وش يدلنا هذا؟ يدلنا على حجم المضاربات الكبيرة في الشركات اللي قاعدة تخسر عدد حجم كبير من رأس مالها. بس تتوقع أنه تخف المضاربة على هذه الشركات بشكل جذري بعد هذه القرارات؟ بالتأكيد بالتأكيد، أنا لما أضارب كمضارب أنا حر في فلوسي، لكن لا أيحي أعطي إيحاء للناس الثانيين أن الشركات هذه جيدة وادخلوا معايا، ويدخلوا العامة بناء على التذبذبات الكبيرة في أسعار الشركات الخاسرة هذه، وبالتالي هم اللي يطلعوا الخسرانين. الهيئة بالفلاجينج هذا تقول للناس أنتوا حرين، هذه الشركات تمر في مرحلة صعبة، انتوا حرين اذا انتوا تبغوا تدخلوا وتضاربوا فيها، فما على الرسول الا البلاغ، بعدين انتوا تتحملوا ما يجيكم. سيد احمد لا يمل، بس وقتنا انتهى للاسف. شكرا لك احمد الخطيب، العضو المنتدب ورئيس التنفيذي لشركه جدول للاستثمار.